للاسف الشديد البرنامج كنا على برنامج مباشر ولكن نظرا ما عرفتش حتى وقف اللايف. اذا تحية اخواني. الله شكرا. نبقى نحاولوا جاهدين نستمروا في البرنامج مادام انه برنامج انساني، علاش لا؟ اخي المتتبع الكريم اسمحوا لي، لان كنا في برنامج والحمد لله كان عدد المتتبعين الكرام كان واحد العدد هائل ديال الناس اللي تعاطفوا مع بعض العائلات اللي راها ما لقاتش حتى باش تعيد. اخي المتتبع الكريم شنا تصريح ديال معالي الوزير حول الثمن او الاثمنه ديال الاكباش. قناه شوف تي في حاولت باش تجهز او تجند مجموعه ديال الزملاء الصحفيين حاولوا جاهدين باش انهم يديروا برامج عبر المباشر بمعرفة السوق والحالة والوضع والشناق اشنو دار في السوق وكيفاش تستغلوا ساكنة المغرب العميق وساكنة والناس مساكن اللي كتلقى راجل عنده بنته مطلقة بجوج دراري خصو جوج حوالة دابا الا بغيت تشريهم اقول لمعالي الوزير الا بغيت تشري غير جلدة فايتها 100 درهم. شكرا لكم وتنتمنوا ان شاء الله لانني اخترت هذا البرنامج انني باش نتصل مع مجموعه ديال الزملاء وراه كاين رقم هاتفي لان شحال من واحد مسكين دابا ما معيتش دابا مازال ما شراش العيد. شنا حتى التراحم والله العلي العظيم وحتى العلاقات العائليه وحتى الاحسان انه مشال تفاهات وما الت به الاوضاع عبر المنصات ديال اليوتيوب وكي الاحسان كيف داير. ولكن في هذا العيد دابا اللي بغينا حنا نتحسوا بيناتنا ونديروا الاحسان بيناتنا كنلقى بان مجموعه ديال العائلات وما عينته انا في نواحي ساله والرباط والدار البيضاء وسطات حتى بن سليمان ونواحي خنيفره واكبر سوق في اكلموس ان الناس كتجي غير تتفرج وكتصدق وكتمشي. امام الغلاء اخي المتتبع اللي عينات قناه شوف تيفي وحاولنا جاهدين ان باش نوصلوا بالصوت والصوره ما الت به الاوضاع في الاسواق حان الوقت باش نقولوا عافاكم نتلاحموا بيناتنا. الى تشريحوا لي ب 120 الف ريال شري عافاك ب 48 راه الثمن المعزه او لا الكبش صغير او لا واحد جدي وراه غتفرح به العائلات. والله العلي العظيم خوتي العزازي الى حضرت انا اقسم لكم بالله العلي العظيم الى حضرت في الاسواق الى ان دموع ادرفت امام الابناء حيت يقول له بابا بغينا هذا وباه مسكين شد 30 الف ريال ل 40 الف ريال وتيدير الراجل هكا وتيحيد الدموع لان ولده تيتعانق مع الحلي. فرأفة بهذوك الاطفال نديروا يد في يد الى عول باش انك تشري حلي ب 120 الف ريال عافاك شريه ب 80 تسد عليك الباب تصل عافاك. نديرو بيناتنا ان تكون الله عافاكم شوي ضر الرحمه بقات لنا يومين على العيد. كاين رقم تما في العنوان غادي نحاول انني نتصل مع مجموعه ديال الزملاء ديال قناه شوف تيفي في جل المملكه يعطيونا الحقيقه ديال الوضع وتكون بمثابه رساله حتى للبرلمان. انا تمنيت البرلمان المغربي ومجموعه ديال 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 الناس اللي عندهم ضمير من المسؤولين يهبطوا للاسواق ويديروا جولات في الاسواق ويسولوا الناس في الاسواق ونحن غادي نحاولوا اننا نهبطوا ونتبعوهم ونقولوا راه لقد استيقظ الضمير وها هما هبطوا باش يعرفوا شحال كيدير العيد. انا استغربت حيت قال السي معالي الوزير بان كاين العيد ديال 800. ربما في التعاليق اخي المتتبع واش كاين العيد ديال 800؟ واش كاين الناس اقسم لكم بالله وهذا حاولت انني نديرو في هذا الوقت المتاخر من الليل هذا البرنامج بغيت ان يكون رساله وتكون واحد الجلسه عائليه انسانيه باش نوصلوا غير الحقيقه. راه كاين عائلات اللي ما غاديش تعيد وكاين عائلات اللي معيده بحولي ديال مليون ونص ولكن السبب حيت بقيت نشوف انا وعلاقتي والكوارا اللي دزت والسواق اللي درت لقيت الشناق بان كان عند الدوله تضرب الحساب لهذا الشناق. حيت كتلقى واحد لابس مزيان ويدو رطبه وتسلم عليك ويدو رطبه هذاك هو الشناق. لان اللي ربى الحولي وضرب عليه ثمن راه وعارف شحال تيدير ويستاهل حتى ذاك الثمن يدو كتلقاه مسكين كلها مبروعه هنا بالبراوت. درت في السواق ودرت في الكوارا كاين الناس اللي مشاو كراو كوارا وبالعاني طلقوا فيهم تبن وبالعاني داروا الخيام وداروا البرارك وتيوهموا الشاري بان هذاك الحولي راه مربي تما وتياكل تما ولكن والبارح فضحهم واحد.
دابا المسؤوليه شكون اللي تيشدها؟ الشناق والحكومه ونحن الضحايا. هذا الشيء انا اللي شفت. غادي نحاول نعيط لمبعوت قناه شوف تيفي مثلا في مدينه مكناس يعاود لنا اش واقع في مدينه مكناس ونشوفوا حتى الاثمنه ديال بصح. لان بيني وبينكم انا اقسم لكم بالله الدراري اول سوق درتو بحال هكا تنكذب عليكم وسمحوا لي كذبت عليكم. علاش؟ لان انا براسي تصيدت في برنامج عفوي. مشيت للسوق لقيت تلقى الراجل عنده 10 ديال الحواله كبار تنقول له شحال هادو؟ تيقول لي 48. تنشوفهم كبار زوينين تنقول انا 48 ولكن حيت كملت البرنامج رجعت عنده قلت له واحد السيد بغى يشري ب 48 قال لي لا هذه الجمله اذا الشناق حتى حيت يشوفوا الميكرو راه دوك الاثمنه راه كاين ما من مره ما تيقول لك تقول لهم شحال هادو تيقول لك هادو غير هادو من الله ربما اللي شاف الوزير كتقول لهم شحال هاد الحواله تيقول لك هاد الحواله تيديروا 36 الف ريال ولكن انا تنطلب 40 انا براسي قلت لكم يا الرخافه قلموس وبصح انا حسيت بالرخا اذا هذاك هو الثمن باش يبيع الفلاح او الكساب اللي ضرب ثمن الكحله اللي يقدر تشري انت وانا ولكن حيت رجعت عنده قلت له هاد الحولي بغى يشري هذا الراجل قال لي لا الجمله الا غادي تشري كلشي بهذاك الثمن اش كيدير مول الفلوس اللي ما عنده حتى علاقه مع هاد الحرفه تيستغل هو هاد الوقت وتيدخل هو بالشكاره 20 مليون 30 مليون وحط 20 كاميو برا وتيحاول يستغل هذاك اللي تيبيع بداك الثمن اللي نقدر نعيد به انا وانت. غادي نشوفوا اتصال هاتفي لي انا بشحال من واحد مازال ما عيد. عافاكم بارطاجيو هذا الفيديو. علاش غادي تبارطاجي؟ لان بالبارطاج يقدر واحد ما عيدش دابا يبكي علينا وتوصل الصرخه. يلا نشوف اول اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. سلام اسكي بخير صحه لاباس؟ سلعه قوي احتراماتي وتحياتي لك واحسن صحف في قناه شوف تيفي. شكرا اخويا وشكرا حتى للزملاء تا هما اللي في جهدهم راه تيديروه. تبارك الله عليك وشكرا بزاف على هذا الموضوع اللي اختاريتي انك تتكلم فيه في هذا الوقت المتاخر من الليل. نعم خويا. وحيت انا اتصلت غير باش نقدم لك الشكر الجزيل. اش من مدينه اخويا؟ اش من مدينه؟ في كازا اخويا في كازا. في كازا. انت دابا ولد الدار البيضاء شريتو الحولي ولا مازال؟ احنا مازال ما شريناش الحولي. واش غير مازال كتختاروا ولا القضيه ان خويا الغلا هذاك الشيء غالي بزاف غالي بزاف غالي بزاف كاع وصلتي تقول بزاف اذا ما وغالي لدرجه انا شفت واحد اللايف اليوم في شوف تيفي ديال واحد السيد داز اليوم عندكم كيقول انه البارح خدا واحد الحولي ومشده للدار اليوم الصباح فاق لقاه مات. مات يعني له ايه شت هذاك السيد وتنتمنى راه عطى رقمه ان غيشي محسن مسكين هالله ايه واش غادي يقدر ذاك السيد مسكين وذاك الحولي ماشي ديالو غير ديال اختو وختو مسكينه غير جابت خوها الكبير باش يشري ومطلقه باليتامه. وي والله تيبغي يمتحنا خصنا غير نكونوا. انت هذوك الناس اللي كيديروا بحال هاد المواقف ديال انه كيجيبوا الحولي وكيبيعوا وكيكونوا مريضه والله الله يهدي ما خلقوا صافي. واخويا شنو هي الرساله اللي بغيتي تقول لمعالي الوزير؟ لا شوف اخويا معالي الوزير اللي قال لك كاين الحولي ب 800 درهم، واش كاين شي حولي ب 800 درهم عندكم تما ولا غير شي خروف ولا شي حاجة؟ لا ما كاينش نهائيا، كاين الحوالة من نقولوا من ديك 1700 وغادا طالعة يعني، وتا الحولي ديال 1700 راه ماشي شي حاجة، راه ما فيه والو، راه كتبقى ديال 1700 كيقول لك هذا راه عسميتو غير شواية ولا شنو كيديروا لها. وهذيك 800 اللي قال الوزير يلاه تشري بها المجمر وتشري بها الفخار وتشري بها والله. المهم انا راه من الفان ديالك وتحياتي لك وكنتمنى عيد مبارك سعيد لكاع المغاربه كاملين والمتتبعين ديال شوف تيفي. شكرا ولدي وراه عفو الله. بلا ما نقول انا شكون انا ولد الدار ديال شوف تيفي. ولد الدار. بلا ما نذكر الاسم ديالي. ومن المعجبين ديال الزميل ديالك. ومن المعجبين ديالك وراه كندوز ديما في شوف تيفي. لي الشرف خويا العزيز لي الشرف الله يحفظك. شكرا خويا العزيز. عيد مبارك سعيد. شكرا اذا الحمد لله اخوان.
الو السلام عليكم. الو 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 حيد اللايف من حداك، حيد اللايف من حداك. الو كبير بخير. حيد اللايف من حداك. انا غريب منك. يلا قول لي السلام عليكم. نقص الصوت. قول لي نقص الصوت في اللايف. حميد. نعم اخويا تفضل. الله يبارك فيك. ايوا شتي. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيدير خويا بخير؟ صافا خويا. نقص اللايف هذاك من حداك، نقص اللايف هذاك. مرحبا. الصوت. نعم اخويا السلام عليكم خويا. صافا. السلام قوي. كيدير بخير؟ انا بشي مزيان. الله يحفظك بارك. تحياتي ليك وتحيا للطاقم التقني ديال شوف تي في. السلاقه واه مشرفنا والله العظيم. الله يعطيكم الصبر. هذيك شوف تي في، هذيك شوف تي في بلا ديتا ما ساوي والو. ايوا حتى انا بلا حتى انا عاوتاني بلا شوف تي في ما نسوى والو، بلا تزوم تزوم على مود تشوف تي في. والله انت اللي كتنورها والله سي الصراحه، والله غادي انت اللي كتنورها والله. الله يحفظك اخويا العزيز بارك الله فيك. ليه كنعطى واحد كنعطى واحد واحد النظره زوينه، يعني انسان شعبي كنحسو بك، يعني تدخل الحضر ديال الانسان. الله يحفظك اخويا. وحنا عائله وحده شوف، وكل واخرها موت والو. قال لك وما الدنيا الا متاع الغرور. الله يا ما الله سبحانه وتعالى شرح، بقى يشرح وما الدنيا الا، وبقى يعطي ولكن قال لك وما الدنيا الا لعب ولهون وزينة وتفاخر، وزينة وتفاخر تكاثر في الأموال وفي الأولاد، ولكن في الأخر كمثل غيث أعجب الكفار نبثه ثم يراه تراه في تراه حطاما. إذا الدنيا دايزة، الدنيا غير دايزة خويا العزيز. شوف خويا اش من مدينة أنت؟ أنا معك من الوليدية. الوليدية المهنة خويا واش مجوج ولا لا؟ وي عندي مجوج. وي مجوج. شتيتي العيد؟ ايه. واش نقول لك الصراحه اخويا، اش نقول لك، مشيت خديت واحد الحولي ولكن لقيت فيه واحد الديفو. كيفاش؟ خديته غير في الليل، طار دوك البرهات خطار شويه، لما حطيتيش معاهم كيلعبوك. شريتي العيد وشريتي؟ لقيت الشواطه حاجه نديرو ناقصه مكملينها. كيفاش عاود لي عافاك اخويا؟ الشواطه ديالو ناقصه يعني قرطيط، مكملين لي الشواطه. الشواطه هي الديل ديالو، هي داك الديل ديالو. هو داك الديل ديالو. شنو دايرين له؟ منقوص يعني، حنقول الفايت نركبو الفوق وهم مكملين عليا باش هابط لتحت. واو. اذا ملكات ناقصه ما يدوش. اذا والمفاجاه الكبيره هي لقيتهم ملصقين لي عين ديال البلاستيك. خويا العزيز واش هادشي بصحي كتقول ليا؟ وي لا سي قوي، انا دابا ماني انا دابا خاطر شي البرد. ياه انت شريتي حولي ولقيتي داك الديل ديالو داك الزنطيط ديالو ان غير مركبين له واحد اخر مطولينه. داك الشواطه ديك واللور عنده. والعين؟ والعين ديال عين ديال البلاستيك ما كيشوفش عوار ولا كيفاش. هادشي الغريب، هاد الناس هادو ما تيبغيناش هاد الناس. واو واو وصدمتيني انت. وي واش نقول لك، ملي جيت وانا حشمت والله العظيم حشمت. واحد نسيب الله يكثر من نتا بعدا، بغيت يا عندك واحد الحوليه عيد بها. الله يعطيك الخير، الله يعطيك الخير. شريتي حولي انت في الليل في السوق ولقيتي بان هذاك الديل ديالو انه غير مركبين له واحد اخر. ناقص يعني غير نص فيه، نص ونص الاخر مكملين. واحد العين غير دايرين له شي حاجه هكا بحال العين. عندي مركبين لي عين ديال البلاستيك مسقينه. اش من سوق هذا؟ هذه واحد البلاصه تيقول لي تسدي بالنور. ورجعتي للسوق وكي درتي اخويا ودابا ما جمعتي دوك الفلوس غير بالزز؟ والله غادي المحسنين كله يعطيك شويه وكله غادي يعطيك شويه، جمعونا ديك شويه ديال الفلوس ولكن الحمد لله لقينا الحباب بعد صوبونا مبورينا على العيد الحمد لله. ودي راه شوف الصراحه، والعيد راه فايت فايت مش العيد، راه فايت فايت. الانسان تيبغي يدير داك
كيبغي يأدي داك الواجب ديالو صافي. واش من واجب؟ واش واجب تمشي دير الكريدي على العيد؟ واش واجب كتشوف العيالات وقعت فاجعه في النواحي ديال الحجب، امراه قتلت راجلها على العيد؟ واش حالة طلاق ولا ودابا على العيد؟ والعيد باش نتقربوا لله ماشي باش نشجعوا عيدنا. واش هذيك اللي كتنطق الراجل على العيد بنادم ماشي انسان عليها اصلا؟ هذيك اللي لقاها تلقى العقل سولتي عندها، وهذا الراجل ما كانش في القطاع ديالو غير يمشي للصفار شنو غيدير باش ياخذ العيد؟ وحضرتي للسواق ومشيتي للسوق وحضرتي شي داك الشراء. انا مشيت لهذا البرنامج دابا غير باش ان حتى الحكومه غتعرف اش واقع في السوق. راه مشينا للسواق بجوج هذاك الوزير، هذاك الوزير السي العقاوي كيقول لك راه كاين الخروف ب 100 درهم وترى مازال يلفطوا مع الام ديالو. الخروف يلفطوا مع الام ديالو، يلفطوا مع الام ديالو ديال 1200 1300 يلفط فاطمه على الام ديالو 1200 1300. وتا ما غتاخذوا كيقول لك الخروف ديال العيد راه فيه 700 درهم، واش غتاخذ مش؟ تصور دابا، تصور اخويا العزيز، تصور تكون غير اختك مسكينه مطلقه بجوج دراري عندكم في الدار، خش جوج حوالي، واش خص 100000 ريال؟ واش دابا في جهدكم 100000 ريال؟ واش في جهدي انا 100000 ريال؟ وشوف اسير اخويا، حنا الفلاح ما كان الفلاح ما كنعرفوش الفلاح، الله يحسن عونو، حيت الفلاح الا جينا قسمنا المصاريف ديال العلف ديالو، انا ما غاديش نلومو الفلاح، لحقاش الشمندر كان من كان من من 2400 صدق ال 5000 قال شي حاجه. الشناق دابا اخويا هو طاب وراه شي الفلاح، انا زعما اللي شفت في التجربه اللي دزتو هكا ومعايا انتو في الاسواق، هكا تلقى دابا ان الفلاح مسكين تيدخل مع الصباح تيجي واحد ما عنده حتى علاقه، هو هز 20 مليون حط ربعه د الكاميونات الفلور، حط اربعه ولا خمسه د البدريه من موراه. الخدمه باش كيدير الشناق داك البرغاز اش كيديروا دابا؟ كيدخل السوق كيضرب على المليح، مثلا انت عندك حاولي شاده مليح كان تكفي الثمن كنسد عليه، كنصيفط لك واحد اخر، كيصيفط واحد اخر عطاك ثمن، كيصيفط اخر كتبتو في واحد الثمن مثلا كياخذوا هو ب 50 ولا كدو 50 تيحطوه هي دابا مسكين تيشدو دابا الكساب تيدوروه غير بيناتهم كيحطوا في الصباح من اللي كيلو في الليل ما كيجي العياد ما كيدخلش ياخذ كاع في الليل كاع العياد ما كيجي حتى الصباح من اللي كيجي الصباح العياد ما كياخذ معاه من الرخاص. وعيب وحش وما واش انت زعما انا واش شنو خير بقدو غير زعما غير بقدو 1200 درهم معاك فحولي ما تقدو ما تقنعوش 200 درهم ما تقنعوش خصك تضرب على 500 وفوق. اذا هاد الثمن دابا اللي زايد كتشوفوا هو الشناق اللي لاعب دابا ما بيننا حنا وما بين لا رياليتي ديال الثمن. الشناق هو اللي كيدير شي كولو، حيت الا انسان اللي جا خدا في الليل وداك العياد ما يقدرش ياخذ في الليل كيخاف. نعم كيخاف من ربنا يطيح في شي ديه في العيب يكون الخوف فيه العيب او شي حاجه كيقدر يضطر هو يخلي حتى الصباح حتى الصباح ياخذ، وخا يجي في الليل ما يقدرش ما يعرفش ياخذ. هو بالصباح تيضرب مع دخلت السوق. الصباح تيجي باش ما حكم عليه هذاك غادي ياخذ. ودابا بيني وبينك دابا حنا باش ما نعطيوش للشناق كل شيء، الحكومه كتحمل المسؤوليه، هذاك الوزير ديال 800 درهم حتى هو تيحمل تيتحمل مسؤوليته فاش قال، والشناق حتى هو تيتحمل المسؤوليه. اذا فين واش العلاقه؟ واش داك الوزير كيتسطع علينا؟ واش قول لي كاين شي عيد ب 800 درهم؟ هذاك اللي بغا يتاخذوا ب 800 غتاخذ حوليه خروفه خروفه متفق معاه هي خذها بداك الثمن، اما الحولي ديال العيد والله ما كان فيه كدو 50 لا عيد دروش، والله لا عيد ما كان كدو 50. هذا غير درويش الدرشي البطين البطين بطانة غير في غير البطانة كيقول لك كدو 40 البطان كدو 40 كدو 50 في غير البطانة. شكرا شكرا خويا العزيز نخليك الناس اي مساء، عجبتني هضرتك وصلت الرسالة. واش من مدينة قلتي لي خويا العزيز؟ الوالدية الساقة. تحية للناس ديال الوالدية وعيش نهار مرحبا بك، الجو بارد انا بغيت نجي تبرد. شكرا غادي نجي ان شاء الله، غادي نجي ان شاء الله. تحية للناس ديال تقام شفتي فيه. شكرا الاخوان، كل واحد يكتب لي اش من مدينة، راكم كونيكتي معايا، كل واحد يكتب اش من مدينة نعرفوا فين واصلة هذا الصوت. اهلا السلام عليكم. بخير اخويا لاباس؟ بخير الله يحفظك. كبير الله يحفظك اخويا.
بارك وابا لاباس لاباس الله اعلم واش لاباس وعيط لك واحد النهار اخويا وما شدتش من النمره ديالك ها هي شدت اليوم وهي كبير شويه كل شيء خاف صافا خويا بارك الله فيك الحمد لله خويا العزيز الحمد لله ما بقيتش لي نسولك شي سؤال نقول لك شي سؤال لا مرحبا قول لي يا دابا واش شريتي العيد ولا لا لا اخويا ما شريت العيد لا والله العظيم درك نقول لك واحد القضيه يا خويا انا في الخان الله يهدي لك دابا احنا زوج بحريه يعني زوج هايري نعم ما سمعتكش مزيان نتوما في البحريه نتوما خدامين في تصيد الحوت اييه خدامين بالبحريه من شهر من الاول ديال رمضان جينا هنايا حنا باقي نفرق مريحين حاليا والله العظيم ما خدامين ما جريتو شي عيد ولا والو لا كنا ناويين باغي نخدمو زيد راك عارف انا العقاره ديال زيد هي من المشكل ولا دابا هاد المشاكل فاش بقينا مريحين هنا خدمنا شي 20 شي 4 ايام ولا 5 ايام خدمنا واحد السيره دار واحد السلوكه خدمنا فيها طورنا احنا في جوج 48000 قالينا صافي هاد السيره وقابك اللي صار صغير قاعد تما طلعنا لفوق انايا براسه اللي بنيه ديال المايرين وريحنا فيها وقعدنا اذا بالك كذاب هذا هو الحال عندك شي دراري عندك شي دراري وعندي دراري الحمد لله واحد السيد معايا عندي انا دراري راهم عندي انا وليداتي في هادشي وشريتو العيد ولا والو؟ واخويا باقا نزيد الله ما شريت العيد لا والو عيطوا لي اليوم صافي نكريت وكذا بالك عيطوا عليك ولادك وانت مليوح دابا مليوح دابا ما بين الباطويات وعيطوا عليك ولادك وقطعتي عليهم التليفون لان ما عندكش دابا انا قلت لك قطعتي واصبرتي حد القضيه عليك قطعتي التليفون انا دابا كل عام في الكريدي كل عام في الكريدي يلا فكيت مع واحد خينا عام 67000 وعاود تلف ما عندك انا 24000 غادي تصير كذا بالك انا باش دابا ما غنعفقك ولا غنقول لك انا شي حاجه ولا انا ما بغيت حاجه ولا انا ما بغيت حاجه ودرت شي حاجه كذا بالك كذاب انا اشوف كنبغي انا دوك حنا بحال اليوم خرا مريحين بجوجنا واحد راه معايا ساكن في حي حسن والله العظيم بالعشاء انا ندوز لك الله يفزع وتشوف كل شيء مثير هنايا كذا بالك كذاب قال سيدي بيا نوريك قال وراك ونوريك قال وراك ديال البحر والله تنوريهم لك راه ماشي انا كنتعاون شحال لا لا يقول لك انا ما بين الفلايك ولكن للاسف الشديد ما عندوش لا هو لا صحابه باش يخلصوا العيد وقطع التليفون على ولاده صور الو السلام عليكم احنا على المباشر وغادي نجدوا الاتصال مع مبعوث قناه شوف تي في بالنواحي ديال فاس اخواني غادي نحاولوا نشوفوا الاخ مشى الريزو اخواني الكرام اسمح لي مشى الريزو اخواني لحظه نشوف الاخ مبعوث قناه شوف تي في في النواحي ديال فاس يعطينا الاثمنه لا رياليتي ديال الاثمنه ونعرفوا اشنو وقع في السوق. الو سي حميد سلام الاخ منصف لاباس تبارك الله عليك سي حميد كي داير لاباس عليك في امان الله الله يحفظك اخويا الزميل منصف مبعوث قناه شوف تي في من مدينه فاس الزميل دزتي بزاف ديال الاسواق ودزتي الكواره وعاشرتي وعاينتي مجموعه ديال المشاكل ومجموعه ديال صادفتي مجموعه ديال اللقطات اللي مؤسفه وخاصه تزامنا مع العيد الاخ منصف كيفاش الثمن تما في فاس ولمن تحمل المسؤوليه الى كان ثمن طالع تما عندكم تفضل سي منصف من مدينه فاس شكرا الزميل العزيز الصديق حميد العقاوي غني على التعريف بطبيعه الحال المفخره ديال القناه ديال شوف تي في كنحييك بزاف على هذا البرنامج القيم واكيد على انني تبعت مع قبل قليل يعني الحلقه وشفت كيفاش كيتفاعلوا الناس وكيتواصلوا من خلال الحلقه المميزه بطبيعه الحال سي حميد انا مشيت للسوق ديال بن سوده اكبر سوق كاين هنا في المدينه ديال فاس بطبيعه الحال كيقصدوه يعني الساكنه ديال فاس باش يتقطعوا الاضحيه ديال العيد بطبيعه الحال وكيكون يعني في ذاك الثلاث ايام التاليه كتكون شويه يعني القضيه مرطبه في الاعوام اللي دازت كتكون القضيه مرطبه انا تفاجات منين مشيت للسوق ودخلت وكندير جوله على البث المباشر كما عودنا المتابعين الكرام ديال قناه شوف تي في باش ما كيكون لا مونتاج لا والو باش نعرفوا الحقيقه كيف ما هي وباش نعكسوا ذاك المقوله ديال ان شوف تي في قناه الواقع وقناه الشعب ومراه للواقع بدون زياده ولا نقصان. دخلت في السوق كنشوف كنتجول بطبيعه الحال كنسول بديت كنشوف الاوضاع صراحه انا ما بقى لي منقوله السي حميد تفاجات بان ذاك المقوله ديال ان الحولي
كاين ب 800 درهم كنت كنتوقع على انني غندخل غنلقى يعني الاثمنه مرطبه بويسك على ان الوزير كيقول حولي كاين بابارتير من 800 درهم كنت كنقول اول واحد دخلت لعندو غنلقى عنده الحولي ديال 800 درهم فوقيت في رحله البحث على الحولي ديال 800 درهم ما خليت حتى شي بياش الراي ما خليت حتى شي شناق اثمنه للاسف الشديد مرتفعه لواحد الدرجه اللي ما يمكنلكش تصورها السي حامد صور السيد جيب معه 1000 درهم من القميص قضى المشهد الصادم جدي ديال 500 درهم و 600 درهم كيطلب فيه مولاه 26000 ريال وراه الا شفتي يعني داك الفيديو اللي تنشر شوف تي في هنا في فاس جدي ب 600 درهم كيتباع ب 26000 ريال الحولي اللي غتاخذ حولي واقف راه ما خصك من 70000 ريال الفوق وحضرت على واحد العمليه ديال البيع والشراء ما بين واحد الفلاح ويعني مواطن مشى باش يدولدو باش يشري الحولي والله العظيم ودي السي حميد الا كيجرني داك السيد وقال لي الوليد باغي داك الحولي وداك الحولي غالي عليا ملي مشى كيسولو قال له 76000 ريال 76000 ريال قال له 76000 ريال الحولي غير الحولي واقف وصافي المهم ماشي شي حولي اللي ممكن نقولوا له ان الحولي ديال داك الثمن حولي عادي اللي كان كيسوى في الاعوام السابقه كيسوى داك 46 حدانا وثقناه من خلال اللايف ب 72000 ريال بالرغيب ومزوك عطاه له 72000 ريال هل انتم كنبيعوا قناه شوف تي في وانتم عشرتوا مجموعه ديال الكسابه وديال الشناقه واش كاين عائلات اللي ما غاديش تقدر تعيد هذا العام والله ودي السي حميد علاش غادي نقول لك راه حضرت على واحد السيد جاي مع 1000 درهم وعيا ما يدور قال لي راه الله ندورو انا وياك في السوق وشوف واش هي 1000 درهم نعطيها لك وشوف واش تلقى لي حولي ديال 1000 درهم قال لي انا ما غنعيش علاش ما غنعيش لان ما غيمكنليش ناخذ ب 1000 درهم ما غنلقاش ب 1000 درهم الحولي لا ديت ندي حوليه ولا ندي نعجه يضحكوا عليا الجيران ويضحكوا عليا الناس ونبكي وليداتي ماشي نفرحهم لان نعم. السي حامي في الاحياء الشعبيه وانت راك ولد الاحياء الشعبيه ولد الشعب وعارف ما يقع في الاحياء الشعبيه ملي كتجي تعيد وكتسمع الجار ديالك الحولي ديالو كيبعبع وانت عندك نعيجه راه غاد هذيك هي الفقصه للدراري ماشي دخلتي عليهم الحولي وانما دخلتي يعني النعجه باش تفقصهم ولا الحوليه باش تفقصهم نعم. راه القيمه ديال الاضحيه ديال العيد عندها واحد الدور كبير في العائلات المغربيه والله يحسن العوال الجميع لان راه ما غيمكنش للناس ياخذوا اضحيه ديال العيد هذا العام انا قبيله مشيت للحي الشعبي في مدينه فاس واحد المنزل كان طاح ومشينا نديروا التغطيه ما سمعش الحس ديال شي حولي كيبعبع في داك الحي الشعبي في حي الحساني وفي حي البرنيات وفي بن دبه ما كاينش الحس ديال الحولي ما سمعتوش بحال ما كايناش اجواء ديال العيد استاذي هل عاينتم الاحتيال والنصب ديال ما يسمى بالشناق اللي حاول انه باش يستغلوا الكساب مسكين بعد تمار الكحله ديال التربيه ديال العيد السي حميد راك تحدثتي انت قبل قليل على الشناقه وانا تبعت معك وصراحه اعطيتي الوصف الدقيق ديال ديك العمليه ديال الشناقه قلت لان الشناق والحكومه كيلقى راسو المواطن ما بين الوزير ما قاله الوزير ديال 800 درهم حولي كاين 800 درهم والشناق اللي كيمشي كي باللغه العاميه اللي كنقولوها كيضحك على المواطن بكل صدق اكيد لانه هو مواطن ولكن تمشي تطلع لفوق الكمية وتنزل واحد 10 ديال الحواله وتحطهم حداك وتطلب فيهم يعني تزيد فيهم واحد 800 درهم انا شاهدت على الحولي مهبطوا السيد وزيد فيه 800 درهم 800 درهم اللي قال الوزير هذه غير الزياده ديال الشناق غير الزياده ديال الشناق كيهبطوا من الكاميو بالجمله وكيمشي كيوقف في واحد البليصه ويشنق عليه راه السميه ديال الشناق راه شانق على داك الحولي راه جايه من الشناق شانق على الحولي وجالس وكيطلب فيه الزياده ديال 800 درهم في الحولي راه بزاف يعني رأفة بالمواطن البسيط رأفة داك السيد اللي غايجيب معاه 1000 درهم وباغي يفرح وليداتو وباغي يعيد راه العواش هذه راه حنا واش فقدنا الانسانيه لهذه الدرجه واش كنا كنفكروا فقط في الربح المادي راه هادشي راه لا يتقبله العقل استاذي ما هي رسالتك لبعض السياسيين وبعض اعيان المدينه والناس اللي حن عليهم الله وكتلقى بان السبب ديال الثراء ديالهم هو الورط والاقصاء ديال العنصر النسوي كتلقى مجموعه ديال الناس ملي كتموت الواليد ديالهم انهم كيلقاهم هما ناس القانون او لا هما عارفين اش واقع في الزنقه وبالتالي كينصبوا على خواتاتهم ومش حال من وحده دابا
وخوها راه معيد بحولي كبير ومعيد النسب، في حين انك ينسختوا بان مطلقه بثلاثه اربعه مسكينه وراه عندها الله. شنو الرساله ديالك؟ جميل سي حميد. سي حميد السياسيين ربما في مثل هذه المناسبات كيختفيوا، ما كنبقاوش نشوفوهم. ماشي كلشي، ما كاينش كنعمم وكنطرح هذه الاطروحه على كلشي، وانما اغلبيه ديال السياسيين وحنا كنتجولوا كنشوفوا كيختفيوا ملي كيكون الاقتراع ديال 8 شو تنبير. شفنا كيفاش كيخرجوا في الحملات الانتخابيه وكيدقوا على الناس، وحنا معاكم غنكونوا معاكم دائما وغنوقفوا معاكم وغنديروا لكم ونفعلوا لكم ونصنعوا لكم. والوعود وبعض شي مره ممكن نعتبروها لانه وعود كاذبه كتعطى للمواطن البسيط الدرويش اللي ما فحالتوش. غنوقف معاك في العيد وغندير لك وغنصنع لك ونصوب لك الطريق ونصوب لك الماء ونصوب لك الضوء. وعود اللي كيجي المواطن الامر الواقع صور كيجي اللحظه اللي خاصك يكون مع ذاك المنتخب ما كيلقاش معاه. واحد السؤال اخر سؤال استاذي، تصور كون الانتخابات جايه من مور العيد كانت غتكون كان المغرب كله غيكون معيد، ما كانش غيكون عندنا هذا الاشكال كاع ديال ان المواطن الفقير ما عندوش مسكين بسيط ما غيلقاش باش يعيد، كرا كلشي معيد، كرا حنا كرا الشناقه هذه منهم. لنا العيد مور العيد، يخليو لنا الانتخابات مور العيد. وخصنا نبقاو نفكروا هكا دابا باش يعيد كلشي السي حميد. شكرا زميل القناة شوف تي في، المفخرة ديال القناة شوف تي في. شكرا جزيلا سي حميد. شكرا بعود قناة شوف تي في من مدينة فاس. غادي نشوفو اتصال هاتفي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لالا دايره خويا لاباس عليكم. غوتي شويه عافاك اختي لا قديتي. واش راك مبروك اخويا، الله يدخل عليك بالصحه والسلامه وطول العمر لك ووليداتك كاملين. علينا وعليك لالا، علينا وعليك لالا. انا خويا كنعيط لك، انا مرا من مدينه سطات. انتي مرا من مدينه سطات؟ واه اخويا كنهضروا دابا كنشوف اللايف ديالك وكنسمع الهضره على العيد. وانا قسما لك بالله اخويا وهاد الليله اللي منقوصه بكل عمر. ما عندي اخويا حتى باش نعشي وليداتي، اللي من بعد الواحد اللي شاري جوج حوليات وجوج حواله وكيغوصو عنده في الدار. جارك شنو؟ عاوديني شنو قلتي لالا؟ اللي الجيران كاين بعد الواحد اللي شاري جوج حواله وعنده في الدار ولا جوج حوليات. وانا عندي بنيته وليد والبنيه كتعرف. الوالدة كي تيكون قلبك سمحي لي يا خدام. الوالدة كي تيكون الإحساس ديالك حيت تسمعي الجيران تيبعبعوا عليهم جوج الحواله في الدار وحده وانت ما عندك حتى ما توكلي لها ما باش تعيدي لوليداتك، وقلت لي بنتك حاسه. ما نكذبش عليك، الإحساس ديالي حاسه كندخل للتواريت وكنبقى نبكي باش ما يشوفونيش ولادي، باش ما تشوفنيش بنتي. بقى عندي الدري بقى راضع شويه عنده عامين، ولكن بحال الدريه ولا تعرف كتقول لي ماما باغيين حنا حوليه ماما شرينا واش ما غاديش نشريو. كنقول لها بنتي الا كانت في المكتب راه غادي يجيك، ما كانتش في المكتب ما عندي ما ندير. ماما قلت لها ماما علاش نجي غير شوفي فين باهم. فين باهم لالا؟ اه فين باهم؟ انا خويا ارمال باهم مات. غتعطيني الهاتف ديالك هو هذا؟ مع من تتعيطي ياك؟ هو من اش تتعيطي؟ هو هذا خويا باش عيطتلك دابا. نعطي للاخوان الرقم وتنتمنى تكون اذان صاغيه وتحرك فينا شويه الاحسان ونفرحوا هذه العائله. علاش لا اخي المتتبع وبارطاجي وعافاكم. نعطي الرقم كنترجى الله الدراري كسبوا هذا الرقم. عافاكم هذه المراه مسكينه، عافاكم الدراري تفاعلوا معنا عافاكم. باقا انا الا الدري انا ما عنديش مشكل، فراسي ما كيهمنيش راسي باش ما كان كيطمدها ونسكت. ولكن ملي كنشوف بنتي هكا كتجي وتبقى تشنق عليا وتقول يا ماما فلانه راه شرات حولي، ماما واش حنا ما غاديش تمشي تشري لينا؟ كنقول لها ماما راه ما استطاعاش ديالي. ملي كنسول الحوليه صغيره، ملي كنسول بنادم شحال دايره كيقول لك واخدينها ب 28 والحوليه 28 هزيها وسيري دوري بها المدينه كامله. وانا ذاك
28 ما عنديش منها تسلمتين. نعم. وهذا اللي كاين. رقم ديال السيدة داري عافاكم، يلا شي واحد عافاك عوال تشري ب 120، شري هذه غابر 20. نشوف الرقم ديالك اختي بلاتي، نتمناو الرقم ديالك بلاتي. الدراري استعدوا عافاك كتبوا الرقم ديالها، قولي الرقم ديالك، قولي الرقم ديالك. الرقم ديالي ما حافظهاش اخويا. لا لا بلاتي يا ربي يبيع الرقم. إذا إخوان 07 75 38 67 89، نعاود عافاك الإخوان كتبوا الرقم ديال هاد المرأة عافاك فرحوا هاد العائلة. 07 75 38 67 89، نعاودوها 07 75 38 67 89. تفضلي لالا، هانتي النداء ديالك للمغاربه، خوتك هما معك تيسمعوا، هضري معاهم. انا النداء ديالي للمغاربه، انا باغا باش نفرحي بنتي، باقا الدري باقي ما كيعرفش، هل الدريه ولات كتعرف، باغا باش نفرحي بنتي باللي قسم الله سبحانه وتعالى، ونطلب الوجوه بحالك، ونطلب الله سبحانه وتعالى ما يخلينيش بلاش وما يخليك. والله ما غاديش يخليكم في هذا الوقت المتاخر من الليل وفي هذه العواشر. عافاكم بارطاجيو الدراري، الله يعطيكم الستر. الا بارطاجيتي ربما بالبارطاج ديالك غادي يسمعها شي محسن، وغادي تسعيد هذه المراه بحالها بحال عباد الله. بقات فيا هذه المراه ملي قالت لك بنتي عرفات، وكتدخل وكتقول لي فلان انتشرات، حس بها. قسما بالله خويا قلت لك الا كندخل حاشاك للطواليت وكنبقى نبكي، علاش باش ما تشوفنيش هكاك كنبكي؟ ملي كتجي وتشنق عليا وتقول لي ماما بغينا حوليه، واش ماما ما غاتشريش لينا؟ كنقول لها بنتي الا كانت في المكتب راه غاتوصلك، ما كانتش في المكتب حبيبه ما عندي ما ندير لك بنيتي. فين ساكنه انت يا لالا؟ ما شوفي انا راه شريت جوج حوليات عندها، راه شريت حولي راه شريت. فين ساكنة؟ فين ساكنة؟ فين ساكنة أنتِ؟ فين أش من بلاد؟ مدينة سطات. الناس ديال سطات عافاكم والخيرات اللي عطاكم سيدي ربي، الناس ديال سطات. شي واحد من سطات يتصل ويفرح هاد المرأة عافاكم، الناس ديال سطات يلا. إيه سطات يسطيك؟ يلا الأمال. شوف يا لالا، والله إلا عندي إحساس إن شاء الله راه حتى الإخوان هما تيدعيو معاك وتيديروا حتى الرقم ديالك. تنتمنى هذا الفيديو ما تشوفوش حتى البنيه مسكينه كاع، باش ان هذه الحقيقه و الحمد لله ما بقى على رجعت الله سبحانه وتعالى، وجاتنا في الوجوه بحالكم الحمد لله. انا كاري على قد حالي الحمد لله، ما حيتي كنقول بنتي ما حيتي بنتي واش نخلط الكرا الكرام، وانا في الدار كتصلي شهرين ديال الكرام، وهي هي قالت لي واخا هكا، قالت لي تيفوت العيد، ولكن ما في استطاعات ديالي لا باش نخلص الكرا ولا باش نعيد ليها. ما كاينش دابا كاع باش تعيدي، دابا تقدري، دابا تقدري نهار العيد ما تعيديش كاع. لا نقدر ما نعيدش. عمر داك الشيء عيد عليك انت وانت حاضنه بنيتاتك دوزتيه بلا عيد؟ لا ما عمري ما داز، ما عمري، ولكن هذا اول عيد ونقدر هذا العيد، الله اعلم، كل شيء في يد الله، كل شيء في يد الله اخويا. الرساله وصلت، الرساله وصلت. شوفوا اتصال هاتفي اخر، ولا غادي نجدوا الاتصال مع مبعوث قناه شوف تي في مدينه مكناس، نشوفوا الاجواء في مدينه مكناس والثمن في مدينه مكناس. نشوفوا الاخ الشيب المنير، نشوفوا مراسل قناه شوف تي في في مدينه مكناس يقول لنا شو واقع في مكناس. انا عرفت الاباء هما اللي غتلقاهم ساكنه الزله. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم سيدي حميد، تحياتي. جميل منير مبعوث قناه شوف تي في من مدينه مكناس سوف يوافينا بحقيقه العيد والسبب حسب الخبره او التجربه اللي عاشها السي منير في مجموعه ديال الاسواق وما يسمى بالكوري، ورايه في الشناق والحكومه وتصريح معالي الوزير و800 درهم. تفضل زميل منير. نعم. راك على المباشر. نعم. تفضل. تحياتي
زميلي واخي واستاذي كذلك سيدي حميد العقاوي، وتحياتي لك على هذه المراسله وهذا السمر الليلي اللي من خلالك كنوجه تحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في اللي كنعتزوا بهم وكنفتخروا بهم وكنقول لهم عواشركم مبروكه من العاصمه الاسماعيليه مكناس. كنتمناو ان شاء الله عملا مقبولا ان شاء الله، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. استاذي عوده الموضوع اللي انت استفدت من النقاش ديالو اللي هو الان يعني موضوع كل الاسر المغربيه ان شاءت يعني ان صح التعبير الان يعني همه الوحيد لدرجه انه ولا الشغل الشاغل الذي الاسر لا المتوسطه ولا الاسر الفقيره كاع مندوب عليها، وكذلك كاع حتى الميسورين كلشي ولا كيخمم في العيد وكلشي لاحظ هاد الموجه ديال الغلاء اللي كانت هاد السنه. وللاسف يعني اللي مع العلم انه يعني حتى التدابير الحكوميه وما اعلنش يعني داكشي اللي قال الحكومه واللي قال الوزير ديال القطاع الوصي اللي هو اللي كيدوي على الفلاحه، ف يعني 8 مليون راس اللي كاينه في القطاع ديال المملكه الحمد لله، يلا غادي الطلب يعني تقريبا كاين على واحد 4 مليون ونص ولا 5 مليون، ولكن كنشوفوا هذه الاثمنه اللي هي معروضه الان يعني لا علاقه لها بهذه الارقام، هذا هو الواضح. اكثر من هذا ملي كنسمعوا الحولي ديال 800 درهم انه الحولي بناء من 800 درهم يخرج يعني مسؤول حكومي وكيقول لك راه كاين حولي 800 درهم، فاظن انه هذا الشيء واش كاين هنا في المغرب ولا في شي بلاصه حنا، لانه بناء على يعني بحكم يعني تواجدنا في عدد من الاسواق كما قلت يا استاذي ودرنا زيارات يعني للرحبه ديال مكناس ولا كذلك الاسواق المجاوره هنا في اقليم الحاجب، فصراحه أنا نقدر نقول لك أستاذي أنه الأثمنة كانت يعني خيالية إن صح التعبير، فكتوقف على ذاك الكساب ولا اللي كيسمي راسو كساب ولا اللي كيقولوا السبيبية ولا هادي، فكيقول لك أنه معلف. أنا ما كيبانش لي العلف، نكذب عليك ما كاينش العلف، شي واحد اللي غيقول العلف فهذا يعني إلا كان شي 15 يوم ولا شي شهير، أما باش يقول أنه علف العام كامل فهذا كلام يعني كيبقى كلام وصافي، كلام هو العهداتو عليه، هذا الشيء كامل رجع على المواطن، يعني ما كايناش لاكاليتي ما كاينش الجوده والناس كتعطي فلوسها بالزيت، هذا هو اللي كان قاصح شويه واللي صعيب، هو انه كتعطي 90000 كتعطي 70000 80000 ريال في حولي، اما خروف راه 56000 ريال 40000 ما تدويش. اذا الاثمنه بمدينه مكناس والنواحي تتراوح ما بين اش من ثمن 1800 الا بغيتي خروف، يعني انا خروف كما كنقولوا عنده المعدل كما كنقول يلاه المعدل ولا شويه بعدا غير تسكت الوليدات سي بعدا غادي يسمعوا الناس سي بعدا على 1800 درهم، ولكن استاذي حنا كنتكلموا على منطقه فلاحيه، كنتكلموا هنا على اننا كنتواجدوا بالمدينه الحاضنه للمعرض الدولي للفلاحه، يعني كنتكلموا على اصلا على قطاع ديال الماشيه اللي عرفنا مؤخرا ان وزاره الفلاحه كانت خصات بمبادره ملكيه عشرات الملايين ديال القنطار ديال الشعير اللي كانت توزعات عليهم كدعم، فهذا الدعم كامل وهذه المسائل كامله وان القطاع ككل انه زيرو تيفيه، علاش غينتج لينا وغيعطينا حولي ب 2500 درهم 3000 درهم؟ هذا سؤال مطروح هنا على المسؤولين، يعني واش المنظومه يعني اللي متابعه مع هذا القطيع ديال الماشيه اللي هو حنا خدامين على التطوير ديالهم انفيستين في هذا المجال هذا كدوله وكحكومه واستثمارات اللي هي بملايير ديال الدراهم، علاش ما غيرجعش بالتاثير ديالها على المواطن البسيط؟ حنا الاولين بعدا، لانه الماشيه ما كنصدروهاش، يعني راه منتوج وطني 8 مليون راس ديال القطيع فينا هي، وحنا كنشوفوا اليوم حولي واصل 4500 درهم 5000، راه حولي ولا 6000 درهم 7000 درهم اخويا يعني راه هذه شي حاجه اللي دخلت يعني غادي تسجل علينا في التاريخ. شكرا زميلي، وما هي رسالتك الى ما يسمى بالشناق والحكومه؟ رسالتنا الشناق، رسالتي الى الشناق اللي كيبيع لي الشناق اللي في الحولي، ورسالتي لواحد الشناق اخر اللي هو هذاك المنتخب اللي هو اللي كنسمي انا الشناق الحقيقي اللي كيخلق لينا بحال هذه الحاله اللي شفنا قبل، انه ما كيخدمش على المجال الاجتماعي، انه ما كيخدمش على جلب استثمارات للمدينه ديالو
ويخلق فيها ثروه ويخلق فيها مجال ديال الشغل، وكيخلي الناس كتبقى رهينه بين يديهم باش يتسناهم في هذا العيد هذا، يفرقوا عليهم بعض الخرفان ويبقاو كاسبين الولاء ديالهم لمده سنه عاوتاني. هذه هي الرساله ديالي للمنتخبين، انهم الله يهديهم على المواطن ويعملوا على المبدا ديال التعليم، الناس يعلموا الناس كيفاش تصطاد السمكه، وبارك ما نبقاو نعطيو الناس ديك الحوته اللي شايط علينا من مره مره، ونبقاو معلمينهم انهم ديما يدهم تحتانيه. الله يهديهم. شكرا للزميل منير بعود قناه شوف تي في من مدينه مكناس. مره اخرى غادي نحاولوا نشوفوا الحالات اللي غادي يتصلوا بنا، ونحاولوا اخواني الكرام كل واحد اشنو ضيعتي الى حاولتي باش تبارطاجي هذا الفيديو، ربما غتعتق عائله، ربما غتوصل بداك البارطاج ديالك لواحد الصديق ديالك اللي ربما هو تفهم ما غاديش يشري بمليون او ب 120 الف ريال وغادي يهديه الله وغادي يشري ب 80 الف ريال ويفكر في اختو ويفكر في واحد اخر مسكين اللي ما غاديش يعيد هذا العام. فرأفه اخواني اما ما آلت به الاوضاع، والله العلي العظيم ان الله سبحانه وتعالى يمتحننا، فما حالنا الا اننا نديروا يد في يد الله، بان راه نحن عبد اللي ما تنسوا حتى شي حاجه، عبد اللي اننا درنا معاصي، عبد اللي ان الله سبحانه وتعالى يشوف غير في حال وليداتنا، اما داكشي اللي تنشوف في الواقع قاسي بزاف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام خويا بخير؟ اخويا ناكي لاباس عليك بخير صح لاباس. الله يحفظك، اش من مدينه والاسم الكريم وتفضل خويا. العواش العواش لكم مبروك اسيدي زايد. أقول أن بعد كل ما غادي بكمل إن شاء الله. غوت شوي عافاك السي هواري. شفت عندي براس شفتي مع حامد العقاوي واش تتكلم هذه ماشي ديالو ولا؟ نعم هو راك على المباشرة السي هواري. يعني المباشر نعم أسيدي. أش من مدينة؟ تطوان تطوان. تطوان. السي هواري ربما رجل متزوج أب العائلة لا؟ نعم أخي نعم. شريتي العيد سي الهواري؟ لا شريت ان شاء الله باذن الله تعالى وبارك، غير بغينا نسالوا صافي شي شويه على حسب السؤال، وكنحيي الاخ العزيز اللي في مدينه مكناس تكلم على هذا على العلف، بالنسبه ديال العلف والله العظيم اللي كنقيدوا على بالنسبه للعلف اللي هضر عليه. كتدخل لعند سبيبي كيقول لك اودي لا انت الفلاح ولا الشناق ولا كذا، كيقول لك راه مالوف خسرنا العلف وكذا وهذا، ما كاينش الحاولي مالوف هذه السنه هذه مره نهائيا. والو في السوق ما كاينش، داك الشيء انا هذه الملاحظه لاحظتها اخويا العزيز. والله ما كاين اخي العزيز، والله ما كاين بالله، بالنسبه يهضر لك على العلف ما يهضرش على العلف. سمع وكان حتى هو نداء لحد الوزير اللي قال بان كاين الحوالي 800 درهم، فين هذا الخروج 800 درهم ما كيدورش في اتات المره نهائيا على في السوق هذا العام في المغرب صراحه. ما كاينش. شوف انا ثلاث ايام الكورنا في مدينه تطوان، ثلاث ايام نهار عن نهار ما خلينا ما ديرها. الحاولي اللي كيهضر عليه هو 800 درهم راه قسما بالله 1700 درهم، دا حشم الجهول الدراري الدار. نعم. يالله مخرج قرونه واحد 4 سنتيم ولا 5. القيط. كاين دابا عائلات اللي كتعرف انت يقدروا ما يعيدوش كاع هذا العام، زعما وصلت ان ما يقدر ما عندوش باش يشري حتى العيد. العائلة هذا العام الله يعديها بخير والله يحفظه صافي، راه واحد العدد الأسرة كتألم. انت كرب اسره خويا العزيز، شنو هي الرساله ديالك لبعض العائلات اللي راه شاريه عيد ب 120 الف ريال واختو مطلقه باربعه الدراري، وتيعرف بان خالته مطلقه وعندها اليتامه وكتلقاه تيتباهى هو قدام النساب وماهاش لا من الاخت ولا المولى، هذه ظاهره ولدنا كنشوفوها، شنو هي الرساله؟ الله يهديه الله يهديه وصافي، بالعكس خصو تقسم الانسان غنمشي تشري الحولي، الحولي اللي كنهضروا عليه مثلا لنفرض السنوات اللي دوزناها كاملة إن شاء الله يا ربي، لأن هذه 44 سنة راه ماشي سهلة إن شاء الله في العمر ديالنا، راه اللي كنعرفوا حنا الحاولي اللي سميتو الحاولي، لأن الحاولي ديال العيد راه 3000 درهم 3200 درهم، هذاك دابا ساوي 500، 5000 درهم ساوي 4800 درهم 4700 درهم، إلا ما كانتش في الجيم ما تجبدهاش، كون هاني والله ما تشدو. والانسان اللي غادي يشري دابا حاليا الحاولي 5000 درهم و 480 400 4800 درهم صاحبي يقسم على جوج ويعيد هو الاسره ديالو اللي ما عندهاش.
ونتمنى توصل الرساله. وشكرا للناس ديال تطوان. شكرا اخي الكريم. نشوفوا مكالمه لي انا كاين ناس مساكنه من قصر. شكرا بارك الله. شكرا. سلموا لي على الناس ديال تطوان وحاولوا الناس ديال تطوان والعطاء اللي فيكم والتقاليد حاولوا تهنوا بيناتكم. هذه الحقيقه. شكرا. ان شاء الله كل شيء غادي يكون فيه الخير. وانا قلت لك الغلب الاسره اللي غادي تبقى بلا عدد العام وان شاء الله يا القدر يكون خير ان شاء الله. دابا الجمعه غدا ان شاء الله والسبت يقدر يمداد لان كاينه المبادره من لازم كيخرج ويجمع ديك العصيف هذه بقى بلا عيد هذه بقى بلا عيد وكيجمع ديك البركه مع بعضيته وكيتعاون. يا ربي شكرا. الاخ مدينه تطوان تيقول لك بان الاغلبيه اللي في السواق ما معلفاش فين مشى العلف، لان هذه ملاحظه لاحظتها انا وتا من طلع بزاف. ولكن انا اشنو عينت كنحمل المسؤوليه للوزير والحكومه والشناق. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام اخويا بخير. الو اخ العطاوي بخير مزيان صحيحه؟ كل شيء بخير. الله يعزك اخي العطاوي. اش من بلاد راك مكونيكتي معنا اخويا؟ هذه تطوان. الناس ديال تطوان تبارك الله عليكم كل شيء بخير. الله يعيش مسؤول عليك اخي وحرافك اخي تقريبا العش. احنا طلقينا اخويا العزيز احنا طلقينا. هذه القضية الحولي 800 درهم. زعما كنتمنى يسمعني ويقول لي هذا الحولي 800 درهم ويجيب لي شي 10 ولا شي 15 منهم. تشريهم من الوزير انت كاملهم جملة. نعم كنتمنى. زعما انا كنت اسامل في هذا الصباح هذا اليوم واحد صغير ونقول لك في 3 كيلو قول احنا 4 كيلو. كيطلب 160 الفرنك. 160 الفرنك اللي زول شي درهم. وهذه غير الجلده، هذه غير الجلده غير حولي مسكين تيديه البرد. هذه القضيه لا كيفاش دابا واقع؟ دابا هذيك الكبير يعني الحاجه اللي مزيانه كيقارنوها هذيك الصغار كيقارنوها مع الكبير. نعم. كيقولوا غلا صافي كيقولوا غلا على كل شيء صافي هذيك غاليه طلع زيد في الثمن. وتنتمنى خويا العزيز تنتمنى اي واحد راه عيب وعار انك تعيد ب 80,000 ولا 100,000 وجارك مسكين كتعرف أن عنده لتامه وسده مرا على راسها مسكينه. والله العظيم اللي كتعرف ولا راه دار قاصح هذا العباد الصراحه نكونوا واقعيين. والله شحال من واحد كنشوفو كيبكي بوبري واش شنقول له؟ شحال من واحد كنشوفو كيبكي يعني كنتمنى ولا كتعرف المجتمع ديالنا ما يرضاش ولكن الدنيا فصو يعني شي حاجه واخا ما كانت ولكن هاد 800 درهم ما كاينش هذا بعدا ما كايناش مره طلعت من طنجه قلنا زعما نتسالوا ولا نجبروا شي حاجه هايده ما كاينش مره ما كاين غير 190 الحاجه نحيدوا الحاجه الغاليه نقولوا احنا مثال هاي الحاجه الدراوش. شكرا الاخ ديال طنجه وغادي نحاولوا نشوفوا اتصالات هاتفيه. للاسف الشديد الكل يتصل والكل يبكي فاين الخلل. الو السلام عليكم. عليكم السلام بخير الحمد لله اخويا دي قناه شفت تيفي. نعم اخويا نعم اخويا راك على المباشر. نعم نقص اللايف من حداك نقص الصوت. الصوت الاسم الكريم والمدينه وتفضل خويا العزيز. نعم معك محمد ومدينه الفنيدق. الفنيدق تحيه للناس الشمال راكم سهرانين معنا اليوم اسيدي. احنا ديما سهرانين معكم لاننا احنا كنخدموا الليل. نعم فاش خدام؟ فاش خدام؟ خدام سيكيريتي. نقص عافاك اللايف من حداك نقص اللايف. انت خدام في شركه ديال الحراسه. الحراسه الامن. امن خاص. نعم. البارح كنت غادي في الطريق ولقيت حارس امن خاص مسكين غادي على رجله وما عندوش وخاصه 6000 ريال وغادي باش يشد العربون صافي مسكين. نعم اخويا العقاوي هذه المشكله هذا كنعيشوا حنا كاملين ماشي غير هو حنا كنمشيو على رجلنا ودابا الاخر بالشهر هذا ما كنجبرو حتى باش نركبو. وما مخلصينش في شهر 6
العيد هو هذا، عندنا وليدات، ما تخلصتوش دابا نتوما، ما تخلصتوش. ما مخلصينش قسما بالله، ما مخلصينش، وما جابرينش باش، ما جابرينش حتى باش حتى باش نركبوا، كنمشيو على رجلنا. وانا ما ناويش نهضر في هذا الموضوع هذا، ولكن ملي جبتي انت شوف الله تعالى كيفاش دابا انت خدام، انتوما خدامين في شركه السيكوريتي، والعيد جاي والمعلم في اخبار، وبين بين العيد وما مخلصكمش. كاين فري هادشي هذا اللي كنعيشوه الان. وعندي اقسم بالله عندي ثلاثه الوليدات والدراري، والله الا في العشيه كنت غادي للخدمه وكيبكي وكيقولوا لي الجيران عندهم هادو ولادك اليوم بقاو تيبكيو مساكن في التليفون. قسما بالله اقسم بالله وتنقص لي من العمر ديالي خويا، الا وليت محشم مع ولادي ومع مرتي، ما بقى فهمتي، ما بقى عندي الوجه اللي نشفتها فيهم، فهمتيني. وهادشي وانت خدام. قبيلات كنصلي العشاء، وحتى بقيت كنبكي كنقول يا ربي ما تحشمنيش غير مع ولادي، انا ما خصني والو، ما بقيت باغي حتى شي حاجه، وليت محشم غير مع ولادي. شوما وهادشي وخدام، ومع ذلك خدام هنا، ومول الشركه لاباس عليه، ومول الشركه لاباس عليه، وبخير عليه، وما حش بكم. ما شغلو هذاك يكون لاباس عليه، ولا احنا كنأديو الواجب المهني ديالنا، كنأديو على احسن طريقه. يخلصك مع الناس ومع اي واحد، ولكن باش توصل للعيد وباقي بنادم ما يتخلصش ويمشي على رجله. انا في الموضوع ما ناويش نجبدو، ما باغي نهضرو في الموضوع ديال السوق وشنو واقع، ولكن ملي جبتي انت وقلتي الراجل لقيتيه غادي على رجله، راه هذاك الشيء كنعيشوه، هذاك الشيء كنعيشوه ماشي كذو. ودابا انت عندك بشحال من حاجه اللي عاس عليها بكل امن وامانه. ورات انا عسات على الناس، وانا ما كيدي، وكان في الصباح باش نبغي نمشي للناس، والله ما كيديني الناس بالتحكار وبالتخمام، والله ما كيديني الناس. ولينا محشمين مع ولادنا ولينا محشمين معاهم. اما السوق حنا راه عارفين دابا السوق الغلا على كل شيء، فهمتيني، الله يحسن العون لاي واحد. لا اله الا الله. شو ما قال الله اللي عالم، الله وحده اللي عالم علينا، الله بوحدو اللي مطالع وعالم. وخا نعاود لك اللي عاود لك هذاك الشيء اللي حاسين به واللي كنعيشوه، الله تعالى اللي مراقب عليه. شنو الرسالة بغيت تقول لهاد الناس اللي عندهم الخدامة وعندهم ناس اللي راه تيضربوا تما، راه هما جالسين في البارة، ودابا في هاد النهار في هاد الشهر تا هو الواحد انه يتماطل، شنو الرسالة بغيت تقول اخويا؟ وراه حسيت بك راك مقساه. خويا العقاوي، كلشي واضح وباين، اللي كيبغي يتعامل، كلشي واضح وباين. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه رسالة إلى وزير الشغل، هذه رسالة إلى المندوبية ديال التشغيل، هذه رسالة إلى كل واحد عنده ضمير. رجاء ثم رجاء أخي المتتبع الكريم أن تبارتاجي، لأن كيف يعقل أنك تشوف عامل تيخدم تما وتوصل هاد النهار وتبقى خدام حتى شي حاجة، واليوم يقول لك بأن نهار العيد حتى هو تحرم مسكين باش انه ما يتخلصش فمن العيب والعار، وحق الله العلي العظيم، ما راه حنا ماشي في قانون الغاب. اش من عيد عندك انت غتعيد بمليون ولا بجوج مليون؟ نقص اخويا الصوت، نقص الفيديو، اللي نقص الصوت، نقص الصوت اخويا، نقص نقص الصوت، نقص اللايف، نقص اللايف. قصحني هذا الراجل بزاف مسكين، حسيت به، اللي قال لك ما عنديش الوجه باش نشوف ولادي. ولادك قبح الله الفقر. وتنتمنى من العيب والعار اي مسؤول ديال شي شركه ولا اي واحد عنده خدامه مسكين مساكن ومعيد هو وهما ما فخبروش واش معيدين ولا لا، لا عيد لك، اتحداك الى غير تحرق راسك قدام الله سبحانه وتعالى. بارطاجيو الدراري، عافاكم، بارطاجيو هذا الفيديو
ولان غادي يكونوا رسائل وغيكونوا مساك الناس اللي غادي يعطيو الارقام ديالهم. حسبي الله ونعم الوكيل. ياك انت هادشي اللي شتي السيمو السيمو عان ضادر هادشي اللي شتي ما اشلم تلحو ليك. باك مسكين هو اللي هاز لا السيمو هادشي اللي شتي في التعليق انت هادشي اللي بان لك بشحال عزاز علينا التفاهات. الناس كتألم الناس كتبكي. راجل قال لك ما عنديش الوجه باش نشوف ولادي قاسح بزاف. حسبي الله ونعم الوكيل. بارطاجيو الدراري الله يعطيكم الستر هذا الفيديو بارطاجيو. بغيتو التفاهه ندير حتى انا برامج التفاهه علاش لا. اذا اخي المتتبع الكريم غادي نحاولوا نقلبوا الاتجاه وغادي نشوفوا الراشيديه. نشوفوا الراشيديه اش وقع في الراشيديه. بارطاجي مع فاكو مع الدري بقى في هذا الدري السيكوريتي كاع واش الواحد متمر وتريد ما يشريش والله. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. الو زنا العقاوين. هو هذا اللي معك اخويا العزيز معك حامد. نعم اخويا. ايوا تنشكروك على هذا التنوير اللي منور بعدا تتفاجئها الاخوان والناس اللي ما بعيدينش. نعم اخويا العزيز. شمن مدينه اخويا؟ مكناس. مكناس دابا عاد هضر معك الصديق ديالنا منير. السي منير خويا العزيز. تنشكروه بالمناسبه وهو شركو مبروكه. نعم. ايوا التعقيب على ذاك الوزير راه حشومه يقول ديك الهضره دا ديال 800 درهم. يعني انا المداخله اللي بغيت نقول واش قصد بها دوك الناس اللي صوتوا عليه الانتخاب ولا قصد عليها الحواله بالعيد؟ اه ديال الميتين هادوك. باش حسيتي اخويا وانت شاب وكتشوف هذاك السيكوريتي دابا مسكين قال لك ما عنديش الوجه باش نشوف ولادي؟ والله القسم الا تقطعنا معاه اخويا العقاوي الا تقطعنا معاه وتاسفنا معاه. قال لك التليفون ما قدرتش نجاوب ولادي. والله الا مؤسف اخويا بالله. ولكن الله راه ما تيضيع حتى شي واحد. حنا راحنا مآمنين بالله راه مكتب لاي واحد نصيبه غير هي كل واحد وكي تيوصلو نصيب. ربي ما تيضيع حتى شي واحد غير تيختبر الانسان و... الصوت عافاكم الدراري. نعم سيدي. قلت لك اخويا العقاوي ربي كبير وراه ما تيضيع حتى شي واحد غير تيختبر الانسان. تيختبر هاد الطغاة وهاد الناس وراك تتشوف المسكين راه تيتعاون مع المسكين. بالخصوص هاد الناحية د مكناس راه كاينة هاد الظاهرة ديال بنادم تينتابه لجارو وتينتابه للعائلة وتينتابه لهذا. كاين كاين قلوب الرحمة كما تنقولوا تينتابهوا الإخوة اللي تيكونوا في ديك الحالات. غير العام اللي داز كانت كما قلنا المناسبة الانتخاب وبنادم تيجيبوا له بالثلاثة بالربعة غير يقول ما عندكش. ولكن هاد العام ما كاينش اللي تيسو. شكرا خويا العزيز وتحيه للناس ديال مكناس وتنتمنى رأفه. حاولوا تبارطاجيو وحاولوا انكم حتى نتوما في الحوارات في الشارع في الزنقه. شي مراه مسكينه حتى نتوما كشباب سيروا عند واحد لاباس عليه فيقول الضمير ديالو راه انا صافي بيني وبينك. والله تنديروا كل مجهودات اخويا العقاوي داكشي ما تيتقالش ولكن ربي اللي عالم. ما تنشككش فيكم خوتي العزاز ما تنشككش في المجهودات ديالكم. تنسقوا اللي علينا تنديروه تنسقوا ما بين الاخوان وتنملؤوا الفراغ الا كان وربي اللي تيعطي. شكرا شكرا الاخ من مدينه مكناس للاسف الشديد. اذا اخي المتتبع الكريم تنتمنى البارتاج وكل واحد يكتب لي اش من مدينه راه مكونيكتي معايا. نشوفوا اتصال هاتفي مره اخرى وحاولوا عفاكم باش بارطاجيو لان سيرتو ديك المراه وحتى الاخ السيكوريتي للاسف الشديد تنتمنى يعيط عليا ونعطيو الرقم ديالو ونديرو يد في يد علاش هاد السيد مسكين ان توصل به الحاله باش يقول لك ما عنديش الوجه باش انني نهضر مع ولادي. فقاسحه بزاف قاسحه بزاف قاسحه بزاف.
إذا خوتي العزاز تبارك الله عليكم وتحية لكم، وتنتمنى كل واحد أنه يبارطاجيو هذا التقليد عليك. علاش؟ لأن بالبارطاج ديالك ربما غادي توصل الرسالة. أيثما ديست مازون سيدي ربي غنفون سي صلاح ما يتعنيث، تحية من دنو قرموس أكبر الأسواق الدونيث ياك مثل المغرب. كل شيء بخير، تهنى نتمنى لك سيدي ربي أن أفوز قفوس أتحرك المحنة ديك نخمش حالي جواسة وسيد لغريض قالن وسوسة هاتين يوم الزين الأعياد واللي ما استلف السين الشارض مسكين غلواسة لان غير الس إيكوشيل. تحية لكم وتبارك الله عليكم وما سخيتش بكم، واحترام متبادل بيني وبينكم، وبدونكم لا أساوي شيئا، والله ما تقبل أعمالنا والله يتقبل أعمال ديالكم. وغدا إن شاء الله غادي نحاولوا نديروا برنامج آخر بنفس النداء، ونحاولوا نتشاركوا المعاناة ديالنا ونعطيوا الأرقام ديال أي واحد مسكين مخصوص، ونتحاولوا باش أننا نبارطاجيو ونفرحوا أي عائلة علاش لا. إذا نتواصلوا غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت. كان معكم أخوكم حميد العقاوي مباشرة من الرباط.